احنا النهارده متشرفين ومعانا على التليفون سياده السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه والمصريين في الخارج. مساء الخير على حضرتك سياده السفير. مساء الخير يا استاذه دينا، اهلا بحضرتك يا فندم. يعني اول حاجه بتيجي على بالنا وضع المدنيين في الحروب بشكل عام، ووضع المصريين طبعا يأتي على رأس اهتماماتنا. بنستأذن حضرتك تشاركنا ايه تطورات الوضع وازاي بتبقوا على تواصل مع اهالينا اللي موجودين في اوكرانيا. سيادتك، احنا من بداية الاحداث ويمكن حتى قبلها تم بالتعاون مع السفارة المصرية في كييف في اوكرانيا عمل غرفة عمليات في السفارة ووضع نمر الاتصالات الخاصة بالسفارة بالسفير ونائب السفير والزميل القنصل وضعها، ووسيلة التواصل عن طريق صفحة السفارة وتم وضعها للجميع ونشرها عن طريق مكتب المتحدث الصحفي مكتب الوزير. الوزارة لا تألو جهدا الحفاظ وعلى مساعدة الجالية المصرية هناك، والجالية المصرية هناك تصل عددها حوالي 6000 مواطن. هل معظمهم من الطلبة ولا العاملين أيضا في أوكرانيا؟ بالضبط، هو 65% من الجالية هم طلاب منتشرين في كافة أنحاء جامعات، يعني مش متركزين في مكان، في كافة أنحاء جامعات أوكرانيا، في الشرق، في الغرب، في الوسط، في الشمال. طب هل رصدتم في المناطق الأكثر خطورة، يعني كييف والمناطق الحدودية مع الدول التي أعلنت استقلالها، هل رصدتم أعداد المصريين موجودين هناك سيادة السفير؟ احنا عندنا الرصد الاولي اللي كان موجود، لكن الدنيا بكل لحظه بتتغير، لان في طلبه بدل ما هو قاعد لوحده بيروح قاعد مع زمايله، في مجموعات اثروا انهم يلجأوا كملجا في الانفاق بتاعه المترو، فبتتغير الامور، فاحنا بيحصل تحديث عن طريق تواصلهم مع السفاره، واللي مش عارف يتواصل مع السفاره وبيتواصل مع اهله، احنا عاملين غرفة عمليات على مدار الساعة في وزارة الخارجية، بيتصلوا بينا، بناخد اتصالاتهم وبناخد تحديث اماكن اولادهم واتصالاتهم وبنبلغ بيها السفارة تباعا، بحيث ان احنا السفارة بتبحث دقيقة بدقيقة ايه اسلم الاماكن او التوجيه اللي بتوجهه لاولادنا للتحرك. يعني فمثلا يعني نزل من تعليمات السفارة، لان في عدد كبير من الناس توجه الى الدول الحدوديه زي بولندا زي ما حضرتك قلتي ورومانيا، فتم التواصل مع هذه الدول من سفرائنا هناك مع السلطات هناك للسماح للمصريين انهم يخشوا بفيزات تستمر لمده 15 يوم. طبعا يعوق تنفيذ ده على ارض الواقع ان هناك تكدس كبير، مش من المصريين بس، من جنسيات اخرى ومن الاوكران نفسهم، فبيتم البحث حاله بحاله، ففي تكدس على المداخل الحدودية. رغم كده سفرائنا في وارسو وفي بوخارست بالتعاون مع سفيرنا في كييف وبالتعاون مع الوزارة بيحاولوا يشوفوا يعني أنسب السبل للتسهيل لهم للدخول، ووضع نمر السفاراتنا في هذه الدول المجاورة موجود. في نفس الوقت وزي ما حضرتك ذكرتي، سفارتنا في كييف اللي بتتابع الأرض الأمر على الأرض وعلى الواقع طلبت من أولادنا في الجامعات في المنطقة الشرقية أو الجالية في المنطقة الشرقية إن ما يتحركوش، لأن أوكرانيا كبيرة جدا، فإنهم يتوجهوا على الأماكن الحدودية لغاية لما يلاقوا لهم أسلم سبيل إنهم يكونوا، يمكن المنطقة الشرقية قد يكون إن أسلم سبيل يبقى عن طريق موسكو عن طريق روسيا. فجاري احنا بنتحرك وفقا لمقتضيات الامر على الارض ووفقا لتطور والتطورات كمان وفي كل اتجاه. طيب سيادة السفير، انا هدفنا الرئيسي الحفاظ والتسهيل على جاليتنا اللي موجوده هناك. انا سيادة السفير بس عايزه احط نفسي، اسمح لي سيادة السفير، عايزه احط نفسي بس مكان اولياء امور هؤلاء الطلبه اللي موجودين هناك النهارده. بالتاكيد البقاء في المدن، اتفهم انهم في حاله يعني ارتباك وفي حاله هلع شديد على اولادهم، لكن احنا بنطمئنهم الحمد لله رب العالمين، يعني كل المصريين بخير، كلهم في كل انحاء اوكرانيا كلهم بخير،
وان شاء الله يستمر دايما بخير، واحنا بنبذل كل اللي نقدر نعمله في ظل الظروف السائده حاليا اللي هي شديده التعقيد وشديده الارتباك. بنحاول نعمل كل اللي نقدر عليه، كل اجهزه الدوله ووزاره الخارجيه عن طريق ادواتها المتمثله في سفاراتها في الخارج. أنا بس سيادة السفير يعني لأجل مزيد من الاطمئنان، بالتأكيد بتبذلوا أفضل ما عندكم، لكن لأجل مزيد من الاطمئنان، هل نقدر نقول النهارده سفارتنا في كييف عارفة عدد الطلاب الموجودين في الدول أو في المدن الأكثر خطورة وعلى تواصل مباشر معاهم، وقادرة تبعت لهم مباشرة مثلا على موبايلاتهم تقول لهم لا دلوقتي ما تتحركوش من أماكنكم، لا دلوقتي عندنا تحديث جديد أنه كذا، لا دلوقتي من فضلكم، يعني هل الوضع على هذا القدر من التواصل، ولا أنتم محتاجين لسه بعض الوقت عشان تبقوا قادرين تقولوا أنه لا السفارة دلوقتي على اتصال تام بكل المصريين الموجودين تحديدا في المدن الأكثر خطورة؟ أنا متأكدة أن مش أوكرانيا كلها هي غير آمنة دلوقتي، وإحنا عارفين أن الحرب طبعا دمار في كل المستويات، لكن في مناطق الحدودية هي الأكثر خطرا. سؤالي عن الطلبة أو الجالية المصرية الموجودة في المناطق دي. زي ما حضرتك قلتي، هي السفارة بتبذل أقصى قصارى جهدها إنها للتواصل، لكن عشان نقول متواصلة مع كل المصريين ده طبعا يعني على ارض الواقع يبقى صعب. ليه؟ لان عدد كبير من المصريين غير مكانه. في ناس يعني توجهت للمناطق الحدوديه بنفسها. وفي ناس اتجمعوا مع بعض، يعني سابوا اماكن تواجدهم واتجمعوا مع بعض. التواصل بيتم على صفحه، يعني الارشادات اللي والتوصيات اللي بيدلي بيها سفيرنا من واقع دراسته على الواقع على ارض الواقع للي بيجرى، بيتم وضعها على صفحة السفارة. فلذلك احنا بنحس الجميع على الدخول في الصفحة وانهم يشاهدوا ايه التعليمات الاخيرة اللي تخص هنا وتخص توجيههم لأسلم الطرق وأسلم الاماكن. لكن ان انا اقولك ان هو السفارة بعددها اللي هو ثلاثة افراد قادرين على التواصل واحد واحد بالتليفون الموجودين، اظن ده يعني امر يصعب حدوثه. فهي بتتواصل عن طريق صفحتها بقدر المستطاع. اللي ما بيقدرش يوصل للسفاره وبيتواصل مع اهله بيتواصل معانا في غرفه العمليات في وزاره الخارجيه، واحنا بنوصل للسفاره. يعني احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نطمئن الناس وان احنا نبقى مطمنين على اولادنا اينما كانوا. بشكرك سيادة السفير، السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج. على كل حال ندرك القدر الكبير من الهلع والقلق اللي بيراود الأهل، صدقوني بالضبط كده. تعالوا نعكس الوضع زي ما كان أيام الصعبة التي مرت علينا بمصر، وفاكرين أنتوا شكل وضع أهالينا في الخارج كانوا خايفين إزاي. إحنا كنا في أمان وكانت الأمور مستقرة، وطبعا كان في قلق وتوتر، لكن كنا في أمان في بيوتنا وفي منازلنا. عشان كده بقرر السفارة بتناشد الجالية المصرية الموجودة في كييف وفي أوكرانيا بالبقاء في المنازل، لأن الطرق بقت مكتزة وبقت هي اللي غير آمنة. نتمنى على كل حال، وأثناء متابعتنا النهاردة هتسمعوا تطورات جديدة للوضع، نتمنى على كل حال أنه هذا الوضع المأساوي ينتهي في أقرب وقت إن شاء الله، وأنه تعود موائد التفاوض والسياسة تكون هي المخرج الآمن للشعوب، لأنه على كل حال الشعوب هي الخاسر الأكبر من كل هذه الصراعات اللي مهما بدت يعني وجهة النظر، كل له وجهة نظر، مهما بدت إنما هي في واقع الأمر هي أكثر الأمور سوءا على الإطلاق.